السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكم فيصل السيف، وهذه أحد الأشياء اللي موجودة هنا من نفساني. هذه الموجودة عندكم اسمها إنكار بلوتوث كوماندر، معطي الأوامر بتقنية البلوتوث في السيارة. القطعة هذه متوصلة عن طريق الإنفراريد مع القطعة الثانية دي اللي أنت تشبكها في السيارة عن طريق، تعرفوا في عندكم سلك الأوكسيلري اللي يجي في السنادة اللي في النص تقريبا بعض السيارات، السلك فيش الأوكسيلري، سلك الأوكسيلري جنبه اليو اس بي نفسه، وهنا إنفراريد بين الاثنين، هذه فيها مايك وفيها الجهة الثانية هنا حتشوفوا إنه فيها الزر، من الزر هذا تغير الأوامر بين أوامر للصوت أو نقدر نقول تحكم في برنامج الصوت أو التحكم في برنامج النافيجيشن. لما أسوي زوم أوت تلاحظوا الشاشة اللي موجودة عندنا هنا، هذه الشاشة قاعدة تتحكم أنا الحين في الصوت، وأقدر أحط بلاي يصير يشتغل المحتوى اللي موجود هنا وأغير نفس الصوت اللي بعد الصوت اللي قبل أشياء زي كذا. أقدر أغير النمط من نفس الزر، في زر هنا موجود في نفس هذا، أضغطه يصير ساعتها النافيجيشن نفسه أقدر أغيره، والنافيجيشن مدعوم في أحد البرامج تطبيقه اللي موجود، من خلال التطبيق هذا نفسه يصير أقدر أسوي زوم أوت زوم إن. هي شيء بسيط منزلته سوني من خلال المفروض انك يصير للسيارات اللي ما فيها تقنيات البلوتوث يصير انت تتحكم عن طريق الاكسلري وسلك اليو اس بي العادي، حيصير عندك امكانيات اضافيه. فلما نتكلم على اشياء اضافيه هذه هي الفكره منها بسيطه، يبقى عندك ان اف سي وتقدر تشغل فيها محتوى، تسهل ارتباط في نفس السياره، وهذه هي نقدر نقول النقاط اللي موجوده عن نفس القطعه. شيء بسيط مره موجود لكننا جبنا هنا في ام دبليو سي. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.